ردت الممثل اللبناني نادين نسيب نجام على أحد معجبيها اللي عبر عن حبه إلها بطريقة غريبة، وكان هيدا المعجب علق على إحدى صورها: لكن إن شاء الله بموت بسيارة مفخخة، شو بعشقك أنت؟ وردت عليه نادين: شو بك يا زلمة، سلامة قلبك يخرب بيتك. ردت الفنانة المصرية سما المصري على الأخبار اللي تم تداولها عن منعها من دخول الكويت بسبب سخريتها من أبراج الكويت بفيديو انتشر بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المصري: وقت يحكي البعض عن قرار منعي من دخول الكويت بيستند لمعلومات شبه مؤكدة، ومنهم الإعلامية ميل عيدان اللي تحدثت عن المنع بفيديو إلها. وتابعت المصري إنها تواصلت مع العيدان اللي قالت لها إنه قرار منعها من دخول الكويت منه رسمي وكان من تحليلها الخاص، وأشارت إنها رح تزور الكويت قريبا لتنفي هاي الإشاعات. خلال تواجده بأحد الأماكن العامة مع أصدقائه للاحتفال بعيد ميلاده، قرب رجل أعمال عربي من الممثل ساروهان هانيل الشهير بأسمر وأهداه ساعة غالية وصل سعرها $90,000، إلا أنه قرر الممثل التركي ساروهان يرفضها بطريقة محترمة ولبقة. أثار خبر احتمال مشاركة الممثل السوري عباس النوري بالجزء العاشر من مسلسل باب الحارة جدل كبير بالأوساط الفنية والشعبية، واتنشر موقعنا الخبر بشكل حصري. وعرفنا أنه عباس النوري اجتمع مع الشركة المنتجة، إلا أنه ما وصل لاتفاق نهائي وما وقع على أي عقد، اللي بيعني أنه مشاركته ما تأكدت بعد. أصدر قصر باكنغهام بيان قال فيه أنه زوج الملكة إليزابيث الأمير فيليب تعرض لحادث سير يوم الخميس حد مزرعته شرق إنجلترا. وصار الحادث وقت كان الأمير عم يسوق سيارته بمحاولة لدخول شارع رئيسي من طريق فرعي، لكن الأمير ما انصاب بأي أذى، وأشار شهود عيان أنه السيارة اللي كان عم يسوقها انقلبت. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد.